هونج كونج هي دولة مفتوحة لجميع دول العالم، 140 دولة تقريباً يقدروا يدخلوا لهونج كونج بدون فيزا. من وسط البلد في هونج كونج بيوت 80% منها معمولة من الحكومة. كده نبدأ نشوف عواري هونج كونج. من شوارع هونج كونج هنتكلم النهاردة عن هونج كونج، بداية من المطار، يلا بينا. لسه واصلين دلوقتي حالا يا جماعه المطار، اما ناخد الباص اما ناخد القطر. اخدنا المكان اللي قدام في الباص عشان نقدر نشوف كل حاجه قدامنا. هونج كونج عباره عن جزيرتين كبار، هناخد العباره تعدينا للناحيه الثانيه. هنخش نشوف المكان الهوستل بتاعي موجود فين، يعني المنطقه شكلها مش كويس، بس احنا يا رب ما يطلع هنا مش هونج كونج اللي احنا بنشوفها، يعني استثناء من هونج كونج. انا بحب لما اسافر حته احب اسافر الاماكن الحلوه بتاعتها والاماكن الوحشه، نشوف ده وده، ولكن اغلب الاماكن جميله جدا. احنا بس قلنا نشوف حاجه مختلفه شويه، لان هو ده فعلا الطريق اللي ورهولي جوجل ان انا اروح الهوستل بتاعي، بس غالبا او يا رب، بس مش غالبا يعني، كمان يا رب ما يكونش جوجل صح. طلع لي هنا هيكون فين يعني؟ خلينا نجرب كده نسال. الناس خد فعلا ريفيوز وحشه جدا، بس انا عامه هطلع اشوف، لان لقيت واحد قال ان انت لازم تشوف تختار غرفه. هو المبنى دوت عامه، خلينا نشوف، انا مش عارف الدور الكام. راشن هوستل، ادي يا جماعه الغرفه ب 20 دولار الليله، هي دي الاسعار، ارخص غرفه لشخص في هونج كونج. فاملك يعني تهابت يعني، لانه يعني عملتها كده بحوار، يعني كنت جاي من بوكينج من غير ما ادفع، الراجل قال لي كانسل وزود شويه كده. في هونج كونج تبدا الحياه اليوميه مبكرا، حسيبدا العمل الساعه 7 صباحا، وعاده ما يبدا الهونكيز نشاطا في الصباح الباكر. رغم وجود أماكن كتير وأنشطة كتير، إلا أن هونج كونج مثل لندن يصعب وجود كراسي للجلوس فيها، لأنها طرقهم العامة على النشاط والابتعاد عن الكسل. دولة القراصنة قديما، النهاردة هي دولة التجارة العالمية، و27% من تجارة علي بابا بتنطلق من هونج كونج. الدراسة في هونج كونج أيضا تبدأ الساعة 7:30 صباحا، رغم أن الحياة تبدأ مبكرا، إلا أن هونج كونج ما زالت تاسع أفضل مدينة في قارة آسيا للسهر. مع أن الحياة تبدأ مبكرا، ولكنها أيضا تنتهي متأخرا. بيقولوا عليها جنة المتسوقين، وإحنا هنا في شارع في وسط البلد في هونج كونج، هو يشبه شارع أكسفورد. تحس أن إنجلترا كانت عاملة الشارع دوت عشان يكون شبه أكسفورد. فإحنا دلوقتي يوم السبت الساعة 9 الصبح، فلسه بدري، تلاقي الدنيا لسه ما فيش زحمة، لسه المحلات ما فتحتش، ولكن ليتر لاحقا هيكون في زحمه، لان هنا هي الشارع الرئيسي للشوبينج، جنة المتسوقين زي ما بيقولوا عليكي يا هونج كونج. هونج كونج معروفه بالكونغ فو، طبعا هونج كونج وكونغ فو كلهم فيهم كونغ طبيعي يعني، ولكن احنا في السيتي سنتر في حديقه كولون بارك، وفي مدرسه كونغ فو هنا تقريبا بيعلموهم بس مبدئيا المشي، ازاي تمشي مشي الكونغ فو. اهو الراجل بيتمشى مشية الكونغ فو اهو باين عليه. وطبعا انا لما دخلت لقيت في حاجه هنا مكتوب فيه موسك، فانا مش عارف هم موسك يقصدوا مسجد، فانا بدور عليه دلوقتي لغايه دلوقتي ما لقيتوش، بس would be interesting find، لان دوت حاجه في السيتي سنتر. هو المسجد طلع جنب مدرسه كونغ فو مباشره. بص اللي انا قاعد فيه لقيت فيه باكستانيين كتير وعاملين بيعملوا اكل حلال، دايما جنب المساجد تلاقيهم بيعملوا اكل حلال وكده. المسجد الجامع والمركز الاسلامي كولون. ده يا جماعه كان محل اكل شوارع، بس هم غيروه دلوقتي ودخلوه جوه لان منعوا اكل الشوارع. بص بقى البتاع ده، ديت الوافل بتاع الهونج كونج.
ثانك يو. يلا يا جماعه بقى بناكل وافل. طياره هونج كونج اكسبريس. الوجبه بتاعتهم الموجوده في الطياره هي دي، طبعا لازم تدفعها لانها طيران اقتصادي، بس هي دي الوجبه الوحيده الموجوده في الطياره. ثمنها $20، يعني حوالي 2.5 دولار امريكي، ان هو $20 هونج كونج. من وسط البلد في هونج كونج هنتكلم بسرعه عن هونج كونج واحنا في الشارع، في حلقه جديده من ووكينج اند توكينج، بدايه هونج كونج، وكمان هل هونج كونج دوله مستقله ولا لا، وليه هي بتدي الفيزا تقريبا لكل دول العالم، وهي امتى هتقفل الموضوع دوت، وامتى هتنضم للصين، فلما تنضم للصين هتبقى محتاجه فيزا زيها زي الصين. هنتكلم كل دوت مع بعض واحنا بنتمشى في وسط البلد، فيلا بينا. مبدئيا احنا في منطقه كولون، في جزيره كولون. هي هونج كونج كانت مستعمره بريطانيه تتبع للحكم الداخلي للصين، وهي من 240 سنه قبل الميلاد كانت تتبع للصين، لغايه في القرن 19 انضمت لبريطانيا استعمرتها. 1845 كان فيها بس 5000 نسمه، وبعد كده بدات الناس تتوافد ليها لما عرفوا ان فيها فرص. حاليا الحكومه بتتبع عامله نظام اتفاقيه مع الصين، انها بعد سنه 1997 لما انجلترا سلمت تقاليد الحكم يعني للصين، فقالوا لهم احنا مش هنبقى مستقلين شويه، بس عايزين نبقى تبعكم، بس ادونا 40 سنه كمان، في خلال ال 40 سنه ديت 2037 هنبقى مستقلين، بس احنا تبع الصين، ولكن هنبقى يعني زي ما بيقولوا ايه، مستقلين بس في القانون، مستقلين بالاجهزه القضائيه، وعندنا سلطه مستقله الى حد ما. فقالوا لهم ماشي. طبعا الصين بتحاول انها ما تعملش مشاكل مع هونج كونج، لان هي مستفيده جدا من هونج كونج ومن علاقاتها مع هونج كونج، يعني كل الحاجات اللي قدامكم هنا كلها بتيجي من الصين، ولكن هنا منطقه حره، فاي حاجه بتيجي من الصين بتيجي من امريكا، بتيجي يعني اكتر حد هنا بالناس بتورد امريكا وانجلترا، طبعا بيجيبوا الحاجات ما بيبقاش فيها عليها جمارك، فعشان كده بيقول لك هي منطقه حره وجنه الناس اللي بتحب تعمل شوبينج. ليه؟ لان هي اصلا منطقه حره. على مر السنين انتقل ملايين الناس من الصين لهونج كونج بحثا عن فرص عمل. من ساعة الغزو الشيوعي الصيني كان ساعتها برضو في مشاكل، فهم ابتدوا من الوقت دوت، والحكومة كانت تبع يعني في 1997 كان حاكم بيعينه الملك أو الملكة بتاعت بريطانيا لمدة غير محددة، لكن دلوقتي بعد 1997 بحكمها حاكم صيني، وكان بيعاون الحاكم على إدارة الحكومة مجلس تنفيذي بيكمل 15 عضو، كلهم بيعينهم يعني في الاول كان بيعينهم 15 عضو، ده كان بيعينهم الملك. حاليا مجلس تشريعي من 60 عضو، فليهم طريقه يعني اختلفت طبعا طريقه بعد سنه 1997، اعتبر ان هي طفره في هونج كونج، ولكن حاليا حاكم بتاعها صيني 100%، وهي صينيه يعني عشان ما حدش يقول لك هي فعلا دوله مستقله ومتصنفه في الامم المتحده، في ميثاق الامم المتحده، واحدة من 195 دولة، ولكنها تتبع للصين، وعندهم عقد مع الصين اتفاق بس ان هم يبقى عندهم حاجة كده استقلال جزئي. فنمط الحياة طبعا في هونج كونج ان في 90% من سكان هونج كونج بيعيشوا في المناطق الحضرية، بيعمل منهم كتير في المصانع، وفي ناس بتدخل في الوظائف الحكومية، وطبعا في الشحن لان هي منطقة شحن، يعيش معظم الحضر في مدينة هونج كونج وكولون. احنا في منطقة كولون، الناحية التانية ورانا لعدين النهر هيبقى في منطقة هونج كونج، جزيرة هونج كونج. بس جزيرة كولون متصلة بالمين لاند، يعني الأرض الصينية. طبعا هو هنا لما يقول لك على الصين ما بيقولوش على الصين تعال نسافر للصين، بيقول لك المين لاند. ده كده اسم منتشر، ترجمة طبعا لاسم بالصيني، بما معناه يعني ان هي جزء من الصين، لان حتى الصين عمرها ما اعترفت ان انجلترا حاكم ليها. وطبعا عشان كده لو تفتكروا من كام سنه كان في مشاكل ما بين الصين وما بين انجلترا على
ان هم ياخدوا هونج كونج. بس هونج كونج يا جماعه صينيه، فعشان ما يجيش بقى يقول لك ايه لا، يعني هي نفس الفكره ان بيحاولوا يفرضوا هيمنتهم او يفرضوا سيطرتهم، ولكن هي صينيه، يعني ما حدش يقدر يغير الموضوع ده. واللغتين هنا المنتشرين اللي هي اللغه الصينيه واللغه الانجليزيه، فالناس هنا بتتكلم صيني وبتتكلم انجليزي. و75% بس من الناس على فكره في هونج كونج بيعرفوا يتكلموا ويكتبوا، يعني اللي هو رقم ضعيف جدا. ولكن هي عندهم طبعا تعليم مجاني لحد سن معينه، لغايه سن يعني عندهم 9 سنين، 6 سنين في الابتدائي و3 سنين في الثانوي، ما اعرفش الاعدادي هم ودوه فين، بس دوت كله تعليم مجاني. ولكن بيكون التعليم المجاني فقط باللغه الصينيه. احنا كده قدامنا مسجد حديقه كولون الشهيره، وفيها كوبري القمر بيقول عليه كوبري القمر والشمس، وفي مسجد كولون هنا قدامنا برضو، مسجد جامع المركز الثقافي كولون اسمه كده. هو طبعا المنطقه الرئيسيه السيتي سنتر، محطه المترو ديت هنا بتوصلك دايركت على القطر. يعني طبعا هنا الفنادق طبعا غاليه، الدنيا غاليه شويه، كسياحه مش هتبقى يعني غاليه موت، لكن كمعيشه طبعا غاليه، بس انت بتقبض كويس لو عايش هنا. ف يعني عايز تشرب قهوه لو فريش ب $2، نسكافيه بدولار ده في السوبر ماركت. يعني حديقه كولون هي عامه موطن لبغبغانات، بس دي انواع البغبغانات اللي موجوده هنا. بس في حاجة مهمة جدا، هو على فكرة يا جماعة انتوا عارفين انه هي هونج كونج كان اصلا موطن للنمور، كان عبارة عن مكان كده النمور بتقعد تتمشى فيه. المكان ده المفروض انه غالي من المطاعم، يعني او مش غالي يعني متوسط، فاست فود اللي هو ايه اقل حاجة تتاكل هنا. وكان زمان قبل كوفيد كان في فترة كان ماكدونالدز هنا كان ارخص ماكدونالدز في العالم، دي كانت موجودة إحصائية أنا فاكرها كان ب 2017 2016. بس خلينا نشوف، عندهم حاجة غريبة جدا على الفطار، عندهم حاجة كده تحس إنها مش موجودة في أي ماكدونالدز تاني، تشيكن جريل تشيكن مع تويستي باستا ريتش توماتو سوب وهاش وأمريكانو بي أت كاونتر. الأكل يا جماعة جه قبل القهوة، القهوة كانت آخر حاجة. ثانك يو، يلا بينا. شايف انها اكلة عادية جدا، لكن الغريب فيها انها موجودة في ماكدونالدز، هو ده الغريب فيها بالظبط اللي عندي. 80% من البيوت معمولة من الحكومة، لان اسعار هنا العقارات غالية جدا. هنلاقي مثلا هنا مش عارف ده كام بس شكله غالي، الادوار بتاعتها 10 ادوار، هنا الحديث شوية وهنا برضو الحديث شوية اللي وراها. ولكن هنا مثلا دخلنا وبصينا هنلاقي البيوت كلها، الاماكن المشهوره دايما بنشوف فوتوغرافي عنها في صور كده غريبه شويه، يوري لك معمارات عاليه وشويه بيكون فيها اكتر حاجه اللي هم الناس الريتايرد او واحد مثلا مورثها لابنه. وانا مره كنت قاعد في بيت من العمارات دي، كان 40 دور ولا 30 دور، كان طويل جدا، وكان ناس مختلفه تماما اللي بنشوفهم من السنتر، كانوا اغلبهم ريتايرد. في الشارع يا جماعه لقيت ناس واقفه طابور طويل، فانا عايز اعرف هم واقفين طابور ليه. في كمان هناك ناس بيهدوا العماره، في حد يهد العماره بتاعته يوم الجمعه الصبح كده، يشربوا قهوه ولا ياكلوا كواسو؟ ايه يا جدعان، بس بصراحه ريحته حلوه يعني مكرش. بس ان الناس تقف له كده جنب الناس اللي بيهدوا البلكونه يوم الاحد، لا تو ماتش. هونج كونج معروفة انها مدينة الليل، بالليل في حوالي 15,000 لوحة اعلانية بتخلي المدينة منورة، وعشان كده احنا دلوقتي بالليل خارجين وحوالينا الفايب، الناس كلها بتخرج. في حاجة كمان قدامنا مهمة اللي هي الشراعات، المركب اللي بالشراعات الحمراء. طبعا هي ليه الشراعات اللون الاحمر دوت علامة لهونج كونج؟ لان هي هونج كونج ابتدت بقراصنة، هو اللي خلى هونج كونج تشتهر، كانوا بيوقفوا السفن وكان دايما السفن بتاعتهم باللون الاحمر، الشراعات بتاعتهم باللون الاحمر. ثلاث اسباب يخلوا الناس هنا تيجي على طول طول السنه. اول حاجه
الدوله فاتحه بدون فيزا. ثانيا طبعا الجو بتاعها السوائي، الجو بتاعها طول السنه زي دلوقتي. الصبح يعني بتمشي بتيشيرت وبالليل بتمشي بجاكيت خفيف. طبعا ثالث حاجه ان هي البلد امان جدا، وهي دي اجمل حاجه في هونج كونج. الناس بتسيب حاجتها تروح تعمل حاجه وترجع عادي. في حاجه المفروض تحصل دلوقتي مش عارف هي ايه، اول مره اجي بس كله بيقول الساعه 8، الساعه 8 يجوا هنا هنشوف. طبعا الغريب في الموضوع ان هو الاضاءه جايه من جزيرتين، بيوريك قد ايه هم مهتمين بيعملوا شو ما بين الجزيرتين وبعض. هم كمان حاجه شبه انجلترا كتير، مش بس ان هم بيسهروا جامد بالليل، ولكن الاتوبيس الاحمر اللي موجود في كل حته ومنتشر، وتقريبا برضو نفس السيستم بتاع لندن. اللي راح لندن يا جماعه عارف الزحمه بتقل، لان هم بيعملوا درايف تاكس على العربيات وبيخلوا الاتوبيسات موجوده بكثره، فتقريبا نص الشارع هي الاتوبيسات الحمراء او الاتوبيسات بتاعتهم. ولكن الحياه عامله ازاي في مدينه هونج كونج بالليل المليئه بالحيويه؟ النهارده يوم الجمعه فهو يوم ويك اند كمان، محلات شغاله وماكدونالدز بيشتغل 24 ساعه طبعا لانه الدنيا امان. فاحنا بنتمشى في شارع كولون، هي طبعا هنا المنطقه دي هي سيتي سنتر وهي اللي بيبقى فيها الزحمه، بس في اماكن تانية بيكون فيها برضو زحمه تانية، بيكون نوع مختلف، بيكون زي ستريت فود وكده. ولكن هنا في اكل في كل حته. هو كان عندهم زمان منطقه فيها ستريت فود بس دلوقتي يعني بقوا دخلوها لجوه شويه، عملوا لهم سيستم كده. فهي دي يا جماعه هونج كونج بالليل، هونج كونج مليئه بالحيويه، واحده من اكتر المدن اللي هي معرضه ان هي تكون مش موجوده مستقبلا، لانها المفروض تنضم للصين في 2047 على ما اظن، وهتخلص الاتفاقيه اللي هي مديهم 40 سنه اللي هم هدنه لغايه لما يكونوا مستقلين من سنه 1997 لغايه سنه 2047، يمكن 50 سنه كمان. فعامة هو ده يا جماعة الفيديو، شكرا للمتابعة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في مدينة جديدة قريبا. سلام.